صباح الخير يا هبة، صباح الخير يا إسحاق، صباح الخير على كل مشاهدي برنامج صباح النور. احنا مع حضراتكم النهارده من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ومعانا لقائنا الأسبوعي مع أستاذ محمود شاهين، مدير العام للإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس. صباح الخير. صباح الخير يا أستاذ مراتي، أهلا بيكي وصباح النور على كل السادة المشاهدين. نعرف بقى من حضرتك، او قبل ما نعرف من حضرتك عايزين نقول لك الاول كل سنه وحضرتك طيب. النهارده اول يوم في الخريف، عايزين بقى نعرف ايه اخبار الطقس كده اليومين ثلاثه الجايين. طبعا الحمد لله، بالفعل النهارده يعتبر اول يوم في فصل الخريف 22 سبتمبر، هيستمر معانا 3 شهور باذن الله وينتهي يوم 21 ديسمبر، يبدا بالفعل فصل الشتاء. الثلاث شهور دول هم يعتبروا 3 شهور انتقاليين بين الصيف والشتاء، بتحصل فيهم تقلبات جويه حاده وسريعه، وده وفقا للوصف المناخي لفصل الخريف. معظم ايام فصل الخريف الحمد لله من سماته ان هو بيتميز بالاعتدال في درجات الحراره على كافه محافظات الجمهوريه، ولكن احيانا ما يتخللوا حالات من عدم الاستقرار ما بين انخفاضات شديده في درجات الحراره او ارتفاعات، بالاضافه الى تكون السحب المنخفضه والمتوسطه اللي بتكون ممطره بشكل شديد الغزاره شويه على السواحل الشماليه، الوجه البحري ممكن تمتد للقاهره، وايضا بتصل احيانا لحد السيول على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب البلاد. طبعا احنا بنقول ان خلال هذه الفتره الهيئه العامه للارصاد الجويه بتصدر تنبؤاتها وتحذيراتها الجويه الخاصه بحالات عدم الاستقرار قبلها طبعا بوقت كافي على الاقل ب 72 ساعه، عشان كافه الساده المحافظين وكافه الجهات المعنيه تبدا تستعد بشكل كامل لحالات عدم الاستقرار المتوقعه باذن الله. ولكن احنا بنقول للساده المواطنين بقى اللي ما كانوش بيحبوا فصل الصيف، خلاص كل سنه وانتم طيبين، الصيف عدى الحمد لله. احنا الفتره اللي جايه مع التغيرات المناخيه ممكن تظهر ظواهر جويه حرجه او حالات طقس جامحه وفقا للتقارير اللي بتصدرها المنظمه العالميه والاي بي سي سي الجهه المعنيه بالتغيرات المناخيه. احنا هنتابع مع بعض النشره الجويه بشكل يومي مهم جدا خلال الفتره اللي جايه، وان شاء الله يعدي الخريف على خير باذن الله. ممكن نعرف حتى لو مثلا يومين ثلاثه الجايين الطقس فيهم او الجو فيهم درجات الحراره عامله ايه؟ احنا طبعا بدايه من بكره هيبدا درجات الحراره تنخفض ويكون في انخفاض تدريجي، وهيبقى ملحوظ بشكل كبير اعتبارا من يوم الجمعه باذن الله. هنشعر بنسمات من البروده كمان في فترات الليل، فنكون واخدين بالنا كويس جدا. هنحاول الفتره الجايه نقلل من استخدامنا على قد ما نقدر للمراوح والتكييفات بقدر الامكان، لان بالفعل درجات الحراره هتكون منخفضه سواء في فترات النهار وهيكون الانخفاض اكثر في فترات الليل. هتكون في فرص سقوط امطار باذن الله بكره ان شاء الله الخميس والجمعه، فرص الامطار دي هتكون على مناطق من سواحلنا الشماليه ومناطق من الوجه البحري، ولكنها ان شاء الله الامطار من خفيفه المتوسطه تكون غير مؤثره على الانشطه اليوميه، ولكن طبعا هنتابع ونشوف مع بعض التطورات اول باول باذن الله. العفو سمو. كنا مع حضراتكم النهارده من الهيئه العامه للارصاد الجويه، كل سنه وحضراتكم طيبين، وكل الناس اللي كانت بتشتكي من فصل الصيف خلاص الصيف خلص، فكل سنه وانتم طيبين، يا رب يكون الخريف جو حلو عليكم ودايما يكون الجو حلو عليكم. خلونا نرجع دلوقتي للاستوديو.